تقدر تسمع الميكرو مخلول
زبن جاك الدن زبن دن جاك الزب. على الزبي وينكم رجلاي وينكم شباب؟ تبارك الله منورين المكان، مرحبا بكم الناس الكل، فهمتني؟ نتمنى وانو نهاركم مزيان، نتمنى وانو نعديو سهرية مزيانة مع بعضنا اليوم. سهرية انا متأكد ماش باش تفاجئ الاغلبية منكم، خاطر الاغلبية منكم يعرفوا شنو باش يصير اليوم، فهمتني؟ يعرفوا انو فما انسان باش يتناك، فهمت؟ قبل ما نكملوا نحكيو، ولا قبل ما نبداو اصلا نحكيو، جوست هذايا كلام بالنسبة للعباد اللي باش تفرج من بعد في الريبلاي اللي باش تقعد في اللايف، اللي ماهمش للاسف ماهمش حاضرين معانا طويكة العباد هذوما. الفيديو هذايا فهمني باش نحكيو فيها على استاذ في القلب، فنان في الطحين، ماستر متاع الرخص وانعدام الرجولية، انسان ولا مش انسان، حيوان فهمتني، سبب ضرر كبير ياسر للكوميونيتي. وانا برجولية الولاد برجولية، نطلب من كل واحد فيكم يبارتاجي الشيء هذا ستريم، فهمتني؟ مصلحته هو، والمصلحة الناس اللي دايرين بيه، والمصلحة الكوميونيتي، والمصلحة بلادنا، المصلحة تونس. العفاطة هذوما لازم نحطوا لهم فهمتني عصاف الجعبة متاعهم، باش ما عادش يخدموا، باش ما عادش يتنفسوا معانا هالهموم الجامدة هذية، فهمتني؟ انا نرى وانه من واجب كل انسان انه يبارتاجي باش الشيء هذا يوصل للناس المعنية بالامر، يوصل للسلطات المعنية بالامر، فهمتني؟ تعرفوني مش ديما نطلب منكم بارتاج، مرة في الشهرين في ثلاثة نطلب منكم، خذوا بخاطرك. قبل ما نبدأ ونتعمقوا في الموضوع متاعنا اليوم الولاد، نحب نقدم تحية كبيرة 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 ياسر الماكس دو بيير، فهمتني؟ طوف في الاخر نعطيكم الديسكورد متاعه، كان تحبوا تعملوا عليه طلا، نصور اغلبيتكم يعرفوه واغلبيتكم يكرهوه الاسباب ماهيش منطقية، فهمتني؟ ولكن مش مشكل، انا بالنسبة لي انسان عاوني برشا ومريت منه كان الباهي. الانسان هذا يبشي عاوننا ان شاء رب العزة والاجلال والجلال باش نحبسوا هالخرا هذايا عند الحد نتاعو. به اي سيد ما نطولوهاش برشا، على خاطر فما عباد ساقص لغني على الزبي، فهمتني؟ خاطر فما عباد باش يجيو يتفرجوا من بعد معنا في الفيديو، ماذا بينا ندخلوا ديريكت في صلب الموضوع باش ما نقلقوهم مش برشا. به يا سيدي، هاي كيفاش الحكايه؟ هي بالنسبه للعباد اللي ما عندهاش فكره شنو اللي صار وكيفاش بدت الامور وكذا، زعما نحكي لكم هكا ونحكي لكم كرونولوجيك مو تعرفش كيفاش بشوي. خلينا نحكيوا الحكايه على لسانه هو، خلي هو هاو باش يحكي لنا، عمكم ريان قلبه فهمني باش يحكي لنا بالضبط اشنو اللي صار. لحظه برك يدي عم في فازات وكذا. وين هي الفازه نتاعي انا؟ ترانزيشنز، خنسكر النجمش بعد هذه على جنب، ولا عينيكم. اي سيدي، نخليكم عامكم ريان قلبه باش يحكي لنا بصفه عامه، يعطينا لمحه على علاش ستريم هذايا موجود اصلا. اي سيدي، كليب الاول توب. مع السيد نتجوزه، جيت ترجع جمعه التالي ناقص يجي لي فيش حال ستريم. بلاي اعذروني لحظه برك، لازم نخلي الدوكيمون هذايا على جنب، فهمتني؟ هذايا دوكيمون المكتوب لهنا الكل تتلقاوه في الديسكريبسيون تاع الفيديو هذيا، فهمتني؟ بالنسبة للناس اللي تحب تاخذ وقتها وتطلع بشوية بشوية على شنو باش نحكيو في الفيديو متاعنا هذيا. خلينا نعاود لكم جوست شوية برك من هنا، هو ظهر لي بدا يحكي. اي سيدي تفضل، سي ريان القلاب الطحان، تفضل كلمة عندك. جيت نرجع جمعة تاني ناقص يجي لي فيش حال ستريم نحكي فيه. هذا أخطأكم من ريان، راه قلاب وراه فما باج إلو بوست أخرى ننصحكم بها. أنت إيش قاعد تعمل هنا؟ قاعد تعمل في ماركتينج. نحب نقولك اللي القسم بيد ربي راهو. أنا نعرف اللي الباج الأخرى خلصتك برشا، ولا تنجم تقول خلصتك شوية باش تخدم الخدمة هذي الكل، باش تشوه لي سمعتك قدام العباد وتطلع على الباج الأخرى باش العباد تولي تمشي للباج الأخرى. خدمت معناها خدمة الكل، وباج راهو خلصك برشا مادام باش توصل تعمل فيديو آخر عليا. فهمتني؟ نجموا ترجعوا الستريم تاع جيلي اخر مره، تلقاو اليوم كاتب راهو ريان قلاب في الستريم وكذا، ونصحكم بالباج هذايا. معناها انت قاعد تعمل في ماركتينغ يعني،
باه نكتفيو بالحلقه. شكرا سي سي سي, سي طحان فهمتني، شكرا ربي كثر طحينك. نكتفيو بهذا القدر من المداخله يعني نتاع 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 خونا ريان قلبه فهمتني، ونركزوا شويه مع الكلام اللي قالوا فهمتني. لهنا هو بصفه عامه حكى في المقطع الصغير هذايا على اساس اني انا خلصت من عند باج اخرى برشا ولا شويه فهمتني، باش نظهر للسيد هذايا قلاب فهمتني. انا باش نتهم ولا بلوتو نتبلع على السيد هذايا واتهمته بكونه هو قلاب فهمتني. هو خاطيه، هو مسكين فهمتني، هو منظم، هو توب رجله، هو احسن ما فما في الدنيا الكل. للاسف فما ناس غاروا منه شويه بارامولي هو انا والسيد الاخر اللي عنده الباج اللي خلصني فلوس فهمتني باش نمسخ سمعه الانسان هذايا فهمتني، خلصني وخلصني برشا والى اخره. به سي مريم العذراء هذايا فهمتني اللي ما ضر حتى انسان بحد شيء في حياته، هانا جايين يا سيدي. اي سيدي بالنسبة للعباد اللي ما عندهاش فكرة كبيرة على السيد هذايا شكون، السيد هذايا هو تنين متاع قلبه، هو وحش متاع قلبه، هو ديناصور من ديناصورات القلب. السيد هذايا يقلب عنده في العباد طويكة من عام 2015-2016، دونك تبارك الله عنده كارير، عنده ما يحكي، عنده ما يقول في روحه أمور قلبه. به أنا هاو كيفاش في نمشي أو التمشي اللي اختارناه أنا والأستاذ ماكس في ستريم تاعنا هذايا ولا في الفيديو اللي باش تقعد إن شاء الله للأجيال اللي بعدها كما كتاب السكس نتاع امريكان باي. التمشي نتاعنا باش يكون كرونولوجيك، باش نمشيو بشويه بشويه من الماضي باش نشوفوا كيفاش كان يتعامل قبل ما انا نعمل ستريم انا وياه عم ناوي، كيفاش كان يتعامل مع الناس في الوقت هذاك، كيفاش كان يتعامل مع الناس وقت اللي صار ستريم نتاعي، وكيفاش ولا يتعامل مع الناس بعد ما صار ستريم. هاكا واضح فهمتني، قبل خلال وبعد امريكا. نتوكلوا على بركة الله مع أول مشارك لنا، أول ضحية مسكين قدم معناها الـ 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 الإفادة متاعه للمكتب مكافحة القلابة والطحانة فهمتني. الأستاذ هذايا هو آدم شتوين، آدم شتوين بتاريخ 26 ماي 2017 عويمين التالي فهمتني. نقرأ الملخص لهني اللي مكتوب مع بعضنا، نقرأ استنى كان نجمش نكبرها لكم مش نجمو تقرأوا معايا فرد مرة، نسكروا الشات من هنا. امريكا به على الزب. اوكي كما تلاحظوا الاولاد ريان سكامينج ادم شتوين ريشارج كارت اوريدو في 2017. هذايا مثال صغرون خفيف باش نسخنوا بيه للحاجات اللي جايه، راهو نيك امه طاف نيك والله باش تشوفوا من بعد زوز اكزومبلوات مخك باش يتعوج، حذر روحك صاحبي. تلمو احنا ناس عاديين ورجال الزبي، مخنا ما يتصورش اللي نجم الرخص والقلب يوصل لك المستويات لذيك، راهو تشالنجر امور قلبه. اما بشويه بشويه خلينا نسخنوا، خلينا نبداو من الاول حويجه خفيفه. به سكرينات هذوما لهنا، اما انا باش نوريكم الفيديو نتاع الكونفرساسيون. به نوريكم طويك الفيديو نتاع الكونفرساسيون باش تاخذوا فكره. هو لما حال الاولاد ما فما حتى ادنى شك في الشلاكه هذايا هو قلاب، ما فما حتى ادنى شك. انا لهنا في ستريم هذا باش نثبت لكم، ولا مش باش نثبت لكم، باش نوريكم كيفاش يقلب في العباد، خاطر هل انه قلاب ولا لا متفاهمين فيه شيء، لك متفاهمين اللي هو قلاب وهو بفمه قال الكلام هذايا كما باش نشوفوا من بعد. نبداو بعمك ادم شتوين، هذه الفيديو نتاعه. لحظه خلينا نحلوها بالفي ال سي خاطر هو يسكرولي فيسا. جماعه في التويتش من غادي فهمتني. به خلينا نشوف كيفاش فازت البلاي باك سبيد هذه، تنجموا تشوفوا الكرون معايا من طو. بلاي باك سبيد حط لنا سلوور، ترى لا ابطا شويه، ترى هكا باقي الى حد ما سافا. اوكي هي الفيديو نتاعو بعثها هو كيفاش، هو بدا ريكوردي في الفيديو من هنا، مقلوبه الفيديو هي بدا ريكوردي حل الكونفرساسيون مع ريان، بدا يطلع 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 من بعد فات الفيديو. انا قلبتها لهنا باش تكون اوضح، باش نبداو من الاول بالكل. شرب مي بالله، لحظه حتى انا عندي دبوزه مي بارده فهمتني بولار، ما عنديش فلوس البوست اما نجم نهب الدبوزه مي بولار بارد. اي سيد نركزوا مليح مع حكايه خونا ادم شتوين توب ريبورتاج. ايزيب يا فيديو
ابدا اخت دي مولديك يا دي وطف نرجع تالي شوية بالله ما فماش ابطأ من هكا الولاد بالله شكون قحبون في الفي ال سي يفسر لي اذا كان فماش فاز النجم مبطئ بيها اكثر من الاربع اوبسيونات اللي هو عطيهم لنا لهنا سكافت كنترول موا انزل على موا في الكلافي امريك لحظه برك خليني نعاود نحل الفيديو ادم شتوين هاو صحيبنا لهنا فهمي عمك ادم شتوين VLC كليك دروا اوبن ويف VLC ميديا بلاير باهي هاي الفيديو سبيد 53 باهي اوكي السبيد هذه مزيانة السبيد هذه مزيانة الناس كل راضين عليها ولا الناس الكل نصور سبا سبيد هذه مزيانة خلينا نشوف اذا كان سبيد عجبتكم نعود الفيديو من الاول مريك به اي سيتي نبداو تايا في ال سي عاد مركك ومبلدك ومسقتك امشي ظهر لي هو قاعد يمشي وانا ظلمته سامحني سامحني في ال سي به خويا خلاص قبل هاو كيفاش طويك السيد هذايا قاعدين يتفاهموا على كوند فهمتني عمك ريان طلب 18 دينار من عند السيد هذايا من عند المسيو ادم باش يعطينا عن دين التستح بالله يجو سامحوني فيسا فيسا خنسكت التستح هذايا في هاي بركة تسايب زب هاي بركة نعم دير اليرت بوكس تسايب الراجل خلي يخدم اسمعوا بش يقولك General settings donations follows مثلا sound volume حطوا في الزقام اصفر safe settings امريكا باي في مونتاج دينار تفاهم هو والسيد باي سلام فرير هاو حطوني برونز واحد اسمعني برحمة والديك طلعني سيلفر ب10000 بعد ندبر فلوس تزيد طلعني والى اخره ايش قلت باهي اما تجيني فلوسي قبل باش نبدا واضحي اريد باي قداش تقعد باش تطلع ليله واحده تبارك الله قحبون ريان ومربوس ليله واحده يطلع باه قالوا مريقل تو بعد شوية نهبط ناخو كارت ابو 10000 اريدو باه اوكي ابعث بالله عايش خويا صون قلبه مسكين ما يعرفش يستنى فيه مسكين والله ما يعرفش يستنى فيه لول مطلع ما نعرفش نمره كبير برشا واحد قبلك ريان انا نتصور في ريان كيفاش دايخ بالضحك كيفاش دايخ بالضحك يقول لك مسكين السيد هذاك باش نقلبه كيفاش باش يحس حاسيلو شنو يا ولدي هاي الكارتة لحظة انا بعث لك الكود او كبعث الكود معناها الخوها ريان فهمتني اوكي فينك مريق الويت ندبر تليفون ونصبه ندبر تليفون هالزبي ما عندكش تليفون ندبر تليفون حاسيلو السيب زب اسمعني هذه 5 اوكي هاي الاخرى اعطيه كارتة 5000 فهمتني باش يزيدوا كارتة 5000 اخرى صبيت الاخرى لحظة صيي به هاي الثانية صيي نعطيك الكونت تبدأ كي نروح نبدأ صديقي ابعث او بعث له الكونت متاعه فهمتني بالله لحظة برك لازم نخلي الفيسبوك متاعي محلول كلمت ماكس خاطر قلت له اذا كان فما اي ملاحظة ولا كذا ابعث لي مساج به امريكا بديت فرير ابدأ الفرير 26 5 هذيك كاني نرى مليح به من غدوة متاع قدام الزالك شنو مشكلة فلوسي وفت في الكلي فلوس وفت في الكلي 10000 وفت اي شنو نعملك جس بس حطكم شوي في كونتكست الولاد الطفل هذايا
عطاه ريان فلوس باش هو يبوستيه. ريان باش يستعمل الفلوس هذاكم باش يشري بيهم ترواجي ولا اللي هو فهمتني باش يبوست السيد هذاك. هذاك علاش طويك قالوا وفت فلوسي في الكلي. الطفل هذا يا عمك ادم عطاه 10,000 الريان باش ريان يصبهم في الكليم تاعو ويبوستي بيهم الطفل نتاعنا. واضح واضح. وفاو ال 10,000 نتاع الطفل ومازال ما وصلوش للرانك اللي حاجتو بيه اللي وعدوا بيه. خلينا نقول نستعملوا كلمه وعد فهمتني هذه خاطر كلمه نتاع رجال. باهي اي قال واش نعمل لك الزح تصرف عنده الحق الزبي. انت جيت قلت لي ب 10,000 هاني عطيتك 10,000 اعطيني اللي وعدتني بيه. ما عنديش فلوس نمشي نسرق يا اخي. والله الشيء اللي ضحك لي هو ذاك كيفاش يجيب في فلوس يجيب فيهم بالسرقه. نمشي نسرق يا اخي يعمل له تتسرق ولا تتناك. اعطي للطفل حقه الطفل مخلصك فلوس اعطيه. اي شنو دخلي انا تي باش مكونكتي. السيد بقر قال له شو الهم هذايا 30 ميجا قعدوا له. اي وانا شنو دخلي مش قلتش طلعني سيلفر. الطفل يحكي في كلام رزين كلام بنين كلام لوجيك. هو شو مدخله الطفل خلصك 10,000 انت صرفتهم 10,000 تتفرج في الفيديو نتاعك نصوره هذاك فوق السطح امورك وعدتو باش تخلص وعدتو ب 10,000 باش تطلعوا تطلعوا ب 10,000 كون راجل. كمل لي 5,000 باش نكمل نلعب لك البرومو. قالوا 2000 تزيك ما وكليه كما قلت 500 ميجا 2000 يما هو الزبي الطرح نتاع اللول قد ايه 30 40 ميجا بالنسبه للجماعه اللي تلعب بالكلي. 500 ميجا نورمالمون تلعبك 10 تراح نورمالمون تلعبك زوز ولا ثلاثه بروموات هالزب. قالوا 2000 يزي مسال انا هذيك كي باش نصب 4,000 باش ياخذوها طول. اشنو ذنب الطفل هالزبي ريان مسال لازم الطفل هو يخلص على ريان. يا الزبي نايك شي حبس المخ عليه 5,000 ما ياخذوهاش نو ما يقعد لي دينار اللي باش نلعب لك بيه البرومو. والله مش معقول تو تفهمنا 10,000 احنا 5 دقائق وتتقص. ايش شنو دخلي عنده الحق للمره 200 اتصرف يا معلم دبر 5,000 كي تدبر كلمني اي السلام. مش قلت لي 10,000 البارح نطلعك سيلفر قريت حسابي طلعت غلط. كي انت غلط صلح غلطك. باهي نصب لك 5,000 سيور طلعني اي صاحبي سيور مريقل. باهي باهي شويه اخرى نصب لك بالله يكون راجل. يقرق فيه برسم يكون راجل يعمل له. مسكين الراجل والله مسكين طفل معاش كون طاح. باهي شويه اخرى نصب لك بالله يكون راجل حسن من منطقك عشيري. خاطر والله مش فازة تعملها. اي هاو شريت يا فرير فهمتني عارفه فرير يعطي الصحة. ويت نكمل جيم. مش قلت وفت الكونيكسيون طرح فيرسس بوتس نجفت لروحي في سكين حسيبه تكمل قبل شقان الفطر. اي باهي هاي الكارتة اعطيه الكارتة مريقل سفا اي بديت. ومن وقتها يا الزبي النافع الله لا حياة لمن تنادي. ها ورجع فينك وقتش تبدأ بعد شقان الفطر طوى باش نشري للدار شوية قاضية ونجي. اوكي باه لحظة برك بالله سامحوني جوست خليني نرجع شوية في الفيديو خليني نشوف فانا لا عاد الزبي نكتلهم خليني نشوف الدات متاع الكليم متاع بكري هذايا 27 ليلة 27 باه ليلة 27 بلاي. اي في ال سي تقدرش تعملها مع الزبي تقدرش تقلب فيها امشي في ال سي في ال سي يكون راجل. اي هاو بدا يوم 27 هذاك حسيلو. اي فينك بعد شقان الفطر بعد شقان الفطر. اي شبيك ما طلعتش هذايا الزبي الخمسة متاع الصباح متاع من غدوة خمسة متاع الصباح متاع من غدوة فهمتني ما نعرفش على انا حسابي يشق فتره عمك ريان دار لي يصوم ثلاثة نهارات في جارة بعضهم بعد يشق فتره لو 28 نهار الاول بعث وينيك نهار الثاني بعث وينيك لو 28 كما قاعدين نشوفوا مع بعضنا فينك اني جاي تكمل لي البرومو بالله يجاوب قول شبي ويت نكمل في الجيم عنده نهارين يكمل في جيم ما نعرفش ريان ظهر لي عمل الركور العالمي الرقم القياسي العالمي في اطول طرح لول عنده نهارين طرح اللول هذي قاعد يتلعب. اي سيدي
يا ريم باش تبوستيني ولا لو 28 علاش ما تلعبليش البارتيات اللي قاعدوا نلعب في برومو للديامو أربعة. هذا اقسم بالله الاولاد راني تفرجت له في ستريم ولت البارحين ولا ثلاثه يلعب بياسوو في الايرون ربح قداش سكور اللي ربح بيه 5-6 درا شكون في التيم تاعو كاريه نسيت اما السيد هذا يبوستي للدايموند أربعة حسيب ده يا علين نصدقينك مصدقينك مريقل وبرا نيكم عاد حاجتي فاش طلعني برا امسع بيهم ترمتك الفلوس يقلب الرياكسيون عادية جدا للإنسان نفذ صبره فهمتني وقعد ثلاثة نهارات وهو يحصر فيه يزب باش يلعب له البرومو ما كنتي قحبون وطلع في الدايموند فور فهمتني نورمال مون صيف ساعة تخرج منها انت برومو صحيبي طويكا ولا اسمع ولا لنا هو الضحية ومرسي اللي سبيتني صاحبي وهات الكاونت النجم نلعب طو الى اخره به اوكي قال له السيد هاي الزبي الكاونت ورينا رجوليتك كان هي كرست زبيت تعمل لي ماكسيموم ليله عنده الحق عنده 100,000 حق فهمتني به هذا يوم 31 ماي من غدوه هذا وما زلت العب طلعت سيلفر اي كان سي بون اش عملنا في الكام زح نجمش نلعب هكاك شنو كان سي بون اش عملنا في الكام زح نجمش نلعب هكاك يا ريان قل لي على الاقل كيفاه نريقلها امشي بارامتر واعمل ريزودر اول برسمك نجم تدخل فيزا تريقل هالي لا 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 رجعها كما كانت اول مرة حليت فيها الكونت يا ريان رزب بدري شنو ايش تريقل كام بعثوا ينيك فيديو جيم وبرتاج ورزبي يعطي الصحة انسان هذا بشوفه معناها التايمينج وكيفاش معناتها بعد ما انت تعطيه الفلوس اللي تفاهمت عليهم ينيكم الفلوس الكل هو مسال في فلوس انت لازم تخلص الفلوس اللي هو مسال فيهم ومن بعديك لازم يقعد درج يا ربي جمعتين هو وجو فهمني ولازم انت تقعد تحاول فيه باش يعمل لك يقضي لك القضية متاعه فهمتني حلو ياسر به هذايا اكزامبل صغير على اخوكم ريان قلب البروفيسيونيل اللي جو احلى جو به ما نعرفش انا يظهر لي وانه مهم برشا وقت اللي انسان توعده باش تقضي له قضيته في وقت معين تقضيها له في كل وقت معين واذا كان ما وصلتش تعمل شيء ذا تطلب منه السماح الزبي واي حاجه ما عندوش فيها هو دخل كما انت تقولوا 10,000 تحرقهم ال 10,000 الكل انت تخلصهم زقكم ال 10,000 يبهين يمنيك ستريم هذا ان شاء الله صاحبي يردك راجل تفرج فيه ستريم هذا يردك راجل ان شاء الله باي طويكا باش نجيو القصة الضحية الثانية المسكين عمكم اسبوعي ايسر عمكم اسبوعي ايسر هذايا واحد من ملايين الضحايا اللي كان عنده جرأة باش يتقدم نشوف اللي حل هنا ونشوفه مع بعضنا ريبورتاج توب اي سيدي اسبوعي از بوستر ذا واز سكامد باي ريان ديد هم ورك اند ديدنت جيت بايد به هذا طويكا بكري احنا كنا نشوفه في الكليونات في عمك ريان كيفاش يتعامل مع الكليونات نتاعو طويكا باش نشوفوه كيفاش يتعامل مع الناس اللي تخدم عنده فهمتني بالله جوست الاولاد حطوا في بالكم وانه راهو فما عشرات من الناس اللي صار لهم الشيء هذايا احنا بطبيعه ماناش باش نجيو في ستريم ونحطوهم لكم كل جوست نعطيكم اكزومبلوات وكاو به عمك اسبوعي ياسر يتكلم والكلام هذايا مقتبس منه هو تفاهمت معاه باش نخدم معاه نبوستي اكاونتس وعطيني 3-4 سكينات ويعطيني 3-4 سكينات قيمتهم 4000 ار بي بعد كل ما نجي نحكي معاه الار بي يقول لي استنى المهم بقى يمهطل فيا وفي الاخر قال لي راهو تعارك مع اللي باش يصب له ار بي في نفس الوقت هذاك صارت مشكلته مع الجيلي فيش اللي هي نقطه مهمه ياسر باش نرجعوا لها وما عادش يجاوب على الباج بعد جاوبني على اساس ريان عمل برشا مشاكل وخرجوه من الباج وهذا كل في محاوله منه باش ينقذ الباج من الوسخ اللي يعمل فيه وقالوا لي راك كنت تتعامل مع ريان المالكي حلو ياسر به كل ما نجي نحكي معاه باش يقفتين سكين يقول لي هاو الكونت هذا ابعث له انفيتاسيون باي ذا واي باش تقفتي سكين من كونت لكونت لازم تكون في الفريند ليست عندك اقل شيء 24 ساعه به
مرة يعطي اسم غالط وبعد 24 ساعة يعطي اسم آخر وبعد 24 ساعة أخرين يقول لي هاني انفيتيتك من أكاونت آخر. المهم بقى يمهطل حتى لين قال لي راو تعارك مع اللي كان باش يصب له الار بي. هذا يا ملخص معناها على الحكاية متاع صحيبنا أسبوعي، فهمتني؟ وهاو باش ندخلوا مع بعضنا نشوفوا الكونفرساسيون طويلة، نشوفوا بالضبط كيفاش عمك ريان قلبه يقلب في الناس ويكللها في حقها وفي عرق جبينها والدار اللي باش يبنيها بزكم فلوس الحرام متاعو إلا ما تطيح على راسك يا قلاب يا طحان. باه يا سيد. لحظة برك نجيو الفيديو خونا أسبوعي أيسر باش نعمل نظرة معناها بالنسبة للناس المساكن اللي كانوا معملين انهم يخدموا معاه وفي بالهم به راجل وكذا. هاو باش نوريكم كيفاش شنو يصير في الناس اللي تخدم مع السيد هذايا، فهمتني؟ عندنا طفل اخر زاد اسمه زكريا، فهمتني؟ حكايته زاد طويلة شوية، اما جوست باش نحكي لكم بصفة عامة عليها في الاخر شنو صار. اي سيدي نتوكلوا على ربي. والفيديو الجاي توب. اي هذه الكونفرساسيون كيفاش بدت مع الباج. لحظه برك باش يرفرشيها لنا معناها باش نا 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 باش قاعد يطلع في الكونفرساسيون داري دقيقه 38 يوصل للتوب نتاعها. باهي من هنا تبدا الفيديو شربة مية بالله. اي باب يو اف يو نيد بوستر اي كان هيلب يو واتس يور ايلو ماكس دايموند 4 توا بلات ا مانيش نلعب في المين جيف مي يور او بي جي جي وراه البروفيل نتاعو اثبت له اللي هو قحبون واكثر منه ب 100 مره. اي جيف يو بلاتينيوم 5 اكونت نقول لك طلعوا بلاتينيوم 3 يو كان دو ات ياب تخلص ار بي ولا فلوس كيما تحب انت شنو تحب بريفير ار بي ات ذا مومنت اوكي بات ار يو شور تنجم طلعوا اي ديو مع خويا يطلع او بي جي جي رزبي اي ويل تراست يو لا يرحم والديك لا يرحم والديك هذا اكاونت ابدا فيه خاطر انا نطلع في اكاونت دايموند 4 ديما يطلع عم كريين ديما يطلع في الاكاونت للدايموند 4 ديما يزبي وهو يخرى يطلع فيهم للدايموند 4 فهمني وهو ما نعرفش انا يجيب في الخبز لدارهم تلقاه يطلع في دايموند ديما يطلع في دايموند 4 جو احلى جو اعطيه الكونت كي طلع بلاتينيوم 4 و3 ابعث لي سكرين باش نهبطوا على الباج فهمتني باش يهبطوا على الباج هذا اللي على اساس في فيديو نتاعو من بعد كان فرجته فيه يقول نحترموا خصوصيات الكليونات نتاعنا وما تخرج حتى انفورماسيون رزبي وهو نهار كل يبهبر لنا بالسكرينات هذوما اللي مش هو يعمل فيهم يبدا مهبطهم سكرينات مع العباد اللي تبوستي عنده يهبطهم يبدا يقول او بلات ايلو وات ذا هيل ودرا شنو على اساس هو المعلم وينيك فيها الكل يا رسول الله اي رسول حاسيلو كي تطلع بعث لي سكرين اوكي هاوك ابعث له سكرين هذا مانيش قاعد نرى فيه مليح سكرين اما بارامو بلاتينيوم كيدا في الزب تلي هو نايس اما كاسحه شويه اللعبه ريت الو بوست ماهوش ساهل راهو فيه برشه تعب ليه هاك باش تتعب صاحبي هاك باش تتعب وانت تجري في جرتو باش تاخذ الارتي اللي وعدك فيه اتا تشوف التعب التعب في الالو بوست هو انك تجيب باش تاخذ حقك هذاك هو التعب كانك على الماتش ويت ساهلين صاحبي يمكن انت 5 6 بي اس وو في الايرون تتعب معناها في البلات ممكن جس ام ام ار طايح كان يزيدوا فيها ب 18 توا ب 22 يرحم والدي تفرجوا السيد الستريك معناها نتاع الوينز اللي عاملهم نايس اوكي ولا الكونت حل كونتو اي في بالي ما وصاحبه رزبي تي اللي هو به شنو واش نطلعهم زوز سيلفر واحد للجولد 5 اعطيه الكونت الاول والكونت الثاني هذوما زوز كونتوات لحد الان معناه ثلاثه كونتوات السيد قاعد يطلع فيهم باي ذا واي حاب نقول لك جي جي خدمه مزيانه عجبتني لا يرحم امك ثانكس الكونت الثاني حبش يتحل اليوزر نيم والباسورد غالطين اعطيه الكونت الثاني باهي هاكم الزوز طلعهم له جولد ملا مريض مهم تنساش الاكونت بلاتروا يحكي على الكونت نتاع بكري والكونت بعثه له كي تكمل تطلع اكونت كي تكمل طلع اكونت هذاك جولد 3 والاخر بلات 3 اند يور بوست از دان خذ الار بي نتاعك معناها تفاهموا على ثلاثه كونتوات زوز اللي باش يطلعوا للجولد والواحد اللي باش يطلع للبلاتينيوم 3 هكا هو يكمل وقتها البوست نتاعو از داون وقت اللي البوست نتاعك از داون تاخذ الار بي نتاعك وابدا من جديد باهي اوكي والاكونت بلات هاك مازال مسجل عندك وابدا من جديد معناها المفاهمه نتاعهم هي جوست كثلاثه كونتويت هذاكم بعدك يبداو من جديد في مفاهمة جديدة به
هاكا البلات ورزب الكونت نتاعو عندك به الاكونت البلات اورينت دينجر وشنو واش بيه وصلت برومو بلات روا توا بلات 568 ال بي بالرسمي تحكي يحكي له بصفه عامه على شنو قاعد يصير وكا ويدو ماله طلع اكونت جول روا اللي قلت لك عليك ومريك طلعت جول روا مازال تو بعد شويه يكمل اوكي اش عملت انا وصي سكرين فك ما لايف نسيت ما عملتش سكرين اما نستنى نصور لك ماتش هيستوري هيت اسم الاكونت كهو دادي رزبي تنسانيش عاد هاو هاو طوى بش يبدا طوى بش يبدا القحب نتاع ريان فهمتني وقت اللي يولي فيها خلاص فهمتني باش نشوفو كيفاش هاو فما اكاونت كي تحل كلمني اوكي هاو باش نبدا كمل هاني عاونتك بتريحين ازر بي الاكاونت الار بي جاييني نهار الخميس هذايا هو الار بي اللي السيد موعود بيه باش يجيه ان شاء الله نهار الخميس اول ليله نكمل اوكي تاون اوكي تاون نحاول ليلة نكمل اوكي تنساش سكرين جولد فاك هاك الجولد جاك الار بي برو ابارمو ذا نهار الخميس مدام السيد قاعد يكلم بالله خلينا نتحقوا نهار 22/7/2018 شنو يجي هذا 2018 22/7/7 اللي هو جويليا 22 اللي هو نهار الاحد مانيش عارف هل انه فاتوا في نهار الخميس وجاه بعد ثلاث نهارات ولا anyway نرجع يو كيفاش الار بي لول اجوتيني في اللول باه هكا هاو جا الار بي البلاد السيد باش يخلص يمكن اول سيد في التاريخ نتاع ريان قلبه باش ياخذ فلوسه اوكي اي خلينا نشوف شنو باش يصير له والله لا نضحك عليك صاحبي سامحني اما بالرسمي راهو شيء يضحك كثر الهم يضحك اجوتيني في اللول طوا حال بكونت اخر كانك حالل طوى انفيتيني جريفز رزبي طوى نكسبتيك مانيش حالل طوى في القهوة كي تحل مين متاعك انفيتيني يوزلس جنجلر يوزلس بالله خلينا نثبتو في كتيبك فاش مكتوبة USSLESSS جنجلر به مريقل ما جاني شي شوف لنا ينايك ريت الاسم متاعك فاش مكتوب لنا يوزلس مكتوبة USELESSS بعثلو الاسم الاول بالغالط كما قال لنا صحيبنا باهي ما جاني شيء يهديك يا الزبي الغلطه ولات في الطفل اللي باعت انفيتاسيون الكونت ماهوش موجود حاسيلو بعث لي اسم غلط هي هي ماي باد اي ماي باد عصب على راسك اول جود انا سيء باهي لازم نقعد نهار ولا هي نهارين بدأ يطول فيها ولا نهارين طبعا نهار واحد يا بهيمي مصدق باش نجم نقفتيك انا طوى خارج الاكونت هذاي برومو للجولد أربعة طوى في بالي حاجه هكا نكمل الجولد روا اليوم و تي حاسيلو معناه طلع لي كونت اخر من الاخر امريك العايش برو الكونت البارح وصلتو برومو مدري شنو كونيكسيون قصد عطيتو الواحد حشاك ناقص ياسر في اللول خمسة ستة بيسو في الايرون ويستريمي فيها مش حاش برا كمل طلعوا انتي جولد دو ويزيك ديجا رزبي باهي طن كمل عادي شنو فو حرف جي ظهري حاب يقول برو حسيلو برو حرف جي مكتوب عندي كان واحد اسمه شو بي في او حرف جي لول ايدك خاطر ام شور 24 ساعه كهو عندك الحق 24 ساعه يزب دونك تويكا هو السيد سيد فاتو ال 24 ساعه فهمتني وقال لك يبدو انه مكتوب الاسم بالغلط عند ريان فهمتني 24 ساعه حاول ريستارت الكلاينت قالوا مسكين الاخر ما ياخذوا على نيته فهمتني اوكي وان سكند برا ليك شنو خليتك مساج بالاكونت متاعي اوكي رزبي درا شنو به ظهر لي في الاكونت في المساج هذاك قالوا اعطيني الكونت متاعك معناه باش صب لك فيه ولا حاجه كنا فيك مادام الاخر قرا المساج وبعث له الايدي والمتباس متاع كونت اوكي يا مري قلت لهم خلي له مساج وما تخرج من عنا كان فرحان ان شاء الله قلب اي تراست يو اكبر غلطه عملتها في حياتك يا صاحبي وانه عندكش وقت ولا حاجه تحب تطلع اكونت كلمني جست الهالي بالاكونت هذايا هاني نطلع فيه اسمع لهنا بلا جست نذكركم الاولاد وانه المفاهمه نتاع ثلاثه كونتوات وفت على روحها راهو طلعهم الكونتوات وتو قاعد يطلع له في كونتوات جدد وماهوش اصلا خالص على ثلاثه كونتوات اللي تفاهموا عليهم من الاول امريكل
باهي انت تمشي في نتورك، انا بي تي اي مسكين يحاول يكون فريندلي شويه مع انسان ما يزمكش يكون معاه فريندلي حتى طرف. انو صاي هذا جست وان جيم في الفليكس وسكر، نيد وان وين باش يطلع سيرفل في في الاربعه في الفليكس، وان وين راز زبي. اوكي نو بروبلم باي ذا واي. وقتاش هكا الار بي يتصب مسكين الطفل سخف زبي والله مسكين. وقتاش احنا قلنا نهار 22 وقتها اللي شفناه في الكالندري، نهار 22 لحظه برك 2018 جويليا 22 نهار احد. باهي احنا وين وصلنا طويك نهار 22 فهمني الار بي هذا نهار 29 عنده جمعه طويك. باهي انا صاي يبوستي سيد مسكين طوي يستنى هات اسمك في اللول جريف ديسبو انت طوى. باهي لازم يبدا اللي في العشرة طويك الار بي باش يتصب مصبوب في الكونت هذايا اللي تشوفوا فيه لهني اللي هو متاع عمكم ريان طويكا. لازم الطفل المسكين يعاود يبعث انفيتاسيون للكونت هذايا باش ياخذ الار بي نتاعو، وهذايا من با نيفو 10 يعني بخلاف هذا كل لازم يستنى حتى كش يصير ريان يطلع الكونت هذايا نيفو 10. ان شاء الله ينجم يطلعوا به. لازم يبدا ليفو تنجم توصلوا نيفو 10 ولازم هو مسكين يوصلوا نيفو 10 زاده. اي نيك قاعد نرانك في سميرف ات ذا مومنت. اوكي شو عنده الانفو نتاع الاكونت نتاعي؟ عندك وقت ما تنجم تصب فيه الار بي، صب تيك يور تايم. اي لا طيب صب لك دبرت ار بي اما صبيتهم في اكونت نيفو واحد نجم نقفتي كان في النيفو 10 به طلعتو نيفو 10 الكونت نتاعي سي بون ابعث انفيت للكونت هذا باش نجم نقفتيك وكلمني وكمل لي الاكونت الاخر رزبي الى اخره ملي قلتو من بعد ابعث انفيت للاكونت هذايا اني بعثت راه جرب انت كما جاكش قاعد نبوستي تو باه يا مريقل هزب قاعد يبوستي. اما الاكونت فيه 4060 ار بي تو هاوكا الاسم صحيح ابعث الانفيت شويه اخر نحل نكسبتي مريقل ولا هاو باش نحل تو. اوكي باه لازم 24 ساعة غدوة الزون 6:30 مالا به 5:30 ياكل فيه في ساعة يزب حاسي له اي ماي باد رزب هي 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 تنساش الاكونت تك تك اي طاو خارج طاو كنروح نبدا فيه. اوكي بالله لا تنسى مزروب به رزبي باهي الحكاية راهو صويك طويك كما تشوف هذا نهار 30 جويليا 3 اوت المساج اللي باش يظهر طاو في 3 اوت. يو صباح الخير كانت نجم توت قفتيني سكينات اربع نهارات تعداو يا الزبي اربع نهارات تعداو فما واحد بعث لك انفيتاسيون اكسبتيه وعلى الزبابة وعلى الزبابة شو اسمه عندي بلوس 45 انفيت مسكين موسع بيلو طفل داي ولا موسع بيلو اكسبتيهم الكل الزبي كانت هات اسمه ما نعرفش يهديك اكسبتي وبعد تفسخ البارح في العشية كسبتيتهم كل شوف كان جاي طوى مولاي الاكاونتر قد عرفت لغة غمة ارجع غدوة ما جتناش السلعة ارجع بعد غدوتين المولاي المول موش لهنا الريزو طايح رزبي وقعد انت حسر هاي مولاي الاكاونتر قد هاني خليت له مساج غدوة يتلهي بيك ان شاء الله غدوة اللي هو نرمامو يوم 8 اوت 2018 توا ان جيم كي تكمل تايش مساج برو ار يو ذير بعد نهارين هالزبي ايسر صارت لي مشكله مع مغربي شقولك انا بعث لك فلوس اوكي قديش اللي باش نقفتيك به ار بي ولي فلوس باهي هذا نهار 10 حكايه معاه حتىكش نهار 14 بعث وينيك جوست اصبر عليا توا عندي شويه مشاكل اوكي تيك يور تايم او ما عادش نقلقك جوست تنثني مسكين طفل غلق شهر طويك راهو حطوا في بالكم اللي طفل غلق شهر هو قاعد يحسر فيه خويا راك قلب سو ريان لودي زويت هاي ريان خرج من الباج كلموا بريفي كان حاجتك بيه لهني الولاد باش نعملوا نقطة نظامية خاطر تو باش تدخل حكاية أخرى في الدقيقة 1:85 من الفيديو هذي باش نعملوا بوز باج باش نعملوا بوز وباش نحكيوا على حكاية أخرى مربوطة بالحكاية هذي أسيدي أي أسيدي خويا احنا كعملنا ستريم عم ناول في الوقت هذاك هو وقت اللي قال صايرت لي مشاكل يحكي على ستريم تاعي انا وقت اللي جبته فيه باه بشهادة 900 راجل قاعدين يتفرجوا ولا كانوا يتفرجوا في اللايف هذاك جانا اخونا ريان فهمني في ستريم واجهناه بالادلة اللي هو قلاب كان تقريبا عندنا 8 ولا 9 ناس جايبين سكرينات زادة متاعهم عم ناول فهمتني
وسكرينات الكول تثبت بدون اي شك اللي هو طحان وقحبه. فهمتني شنو الحجج اللي كان يستعملهم في الستريم هذا؟ كثلاثة انواع بصفه عامه. الحجه الاولى هو يبخل، هو يبخل بعيد عليه البوستة باش يهبط للبوستة. فهمتني هو عنده الفلوس نتاع العباد، اما يبخل باش يهبط للبوستة وباش يشد الصف اربع سوايع في البوستة. فهمتني هذاك علاش هو عصب على راسه سمين، فهمتني، على خاطر ما يتحرك حتى سنتي، ما يقومش يعمل، ما يقومش يمد فلوس العباد اللي تستحقها اللي تعبت عليها. هذه الحجه الاولى نتاع يبخل مسكين. فهمتني الحجه الثانيه هي انه اورانج قالك عملت تورنوا خلصت العباد اللي ربحوا فيه بعد اربع اشهر. دونك مادام اورانج خلصت العباد بعد اربع اشهر، هو زاد عنده حق يمهط العباد اربع اشهر، ساعات ستة اشهر، ساعات سبعة اشهر، انت وجو. فهمتني هذه الحجه رقم الثانيه، وكل حاجه ازين من الاخرى، راهي ما عنديش حجه مفضله، كلهم زبابر وينيكوا بالضحك. فهمتني والحجه الثالثه نتاعو وقت اللي صيّ نكناه بسطاكة على راسه، قال كاهو انا كبرت وكنت فرخ وقتها وتبدلت وباش تشوفوا ريان جديد، ونوعدكم ريان باش يولي راجل تو من قبل ما كانش راجل، اما مرسي سي جيلي فيش وريتني كيفاش نكون راجل، ان شاء الله باش نطبق الدروس نتاعك هذه في الحياة نتاعي. به اوكي، وفيه ستريم من هنا اعتذر هو وقال سامحوني وباش نتبدل وباش نولي انسان جديد ورزبي. شنو يصير حصل كذبع، حصل كدقو، حصل كستل، وحده بوحده حشاها لروحه. فهمتني كيفاش حشاها لروحه سي جالي فيش؟ ها باش نوريكم بالضبط. اي سيدي لحظه برك، وينو هو البوست اللي حشتنا بيه؟ نا 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 نا. You gotta kick it like a big bass drum. اي سيتي اهي هبطت في النهار ذاك اللي عملنا فيه احنا ستريم مع بعضنا. هاو شنو صار يا سيدي؟ اي الباج هذيك متاع القلبة من عاش كان تراو الولاد ولا كان نجم زومي من عاش ظهري ما نجمش نزومي. تاو نصف قرديها ونحلوها على البي سي من التصوير. اي هاي تنحاول نكبروا فيها شويه باش توضح للناس الكل. هاي واضحه هاي به. سالو الناس الكل، نحن خمسه نخدموا في الباج سو. اليوم خرج ريان اللي تعرفوه، وخرج اسبادا جيمنج رامان سو، حاجتنا بزوز اخرين يعوضوهم. كان انت ديامون ولا تعرف صاحبك ديامون يحب يخدم، تفضل بريفي. ريان عمل برشا مشاكل سو تلزينا خرجناه anyway. بوست ديو كيو، بوست سولو كيو، فليكس كيو، ديو اكس احتس، فليكس كوتشينج ديما ديسپونيبل، كونتاكتينا بريفي. مرسي كعبة بيسيبس، كعبة نار وكعبة قلب. ركزوا لي برشا على البيسيبس والنار وكعبة القلب هذي. به حسب رايكم شكون اللي هبط البوست هذايا؟ حسب اللي طلع شكون هبط البوست هذايا، فهمتني، يربح رحله، فهمني، للمروك، يربح رحله للاغادير، ينيك الزطله للي يدوخ في في الاغادير. شكون مسؤول على البوست هذا؟ والجواب صحيح، تشات كامل يربحها معانا رحله ان شاء الله. فهمني نجيبو لكم بابور بفلوس البوست، فهمتني، اللي باش نعملهم انا ان شاء الله، نجيبو لكم بابور فهمتني، ونوريكم اغادير وتنيكو الزطله للي يدوخ. بالله لحظة ها باش نوريكم معناها جماعة الكارتيل يا ودي، سلعة منيكة يا ودي، حلبوا عليه تحليبة منيكة. هيا الباج هذية فهمتني، بلوتو البوست من عند عمكم ريان المالكي، اي كي اي ريان بن سليمان، اي كي اي ريان قلبة، اي كي اي اكبر قحبة في تونس. فهمتني انا كان مذبية وانه باللايف هذا يولي راجل، اما ظهر لي ما عادش فيه دوي السيد. هات تشوفوا عليه، اهم الزوز سكرينات، هذا سكرين نتاع الباج وهذا سكرين من بروفيل ريان اللي مشى يجري وفسخها ديريكت بعد ما حلبنا عليه. فهمتني شوف كيفاش، لاحظوا عمك ريان كي يكتب و حرف الواو بالعربيه يكتبوا دوبل في او. هيا لهني كما تشوفوا فيها الدوبل في او لهني، فهمتني، وهاي موجوده لهني زاد. ويني هي سالي الناس الكل، عمل برشا مشاكل رزبي. و هيا لهني، و خرج اجي رامين
فهمتني. رامين مسكين بعد ما سمع ستريم تاعنا عمناه وجا زبي قال لي ما في باليش بيه هكا يدو في الزبي هاني خارج. والثلاثة يموت في نفس الترتيب. هيا البيسيبس والنار والقلب الزبي يبي يمين صدك. من الاسطل الواحد وحشيها الروح ومازال باش يحشيها الروح. وها باش نوريكم كيفاش حشيها الروح اكثر من هكاك. يجينا هو في الكومنتارات نتاعنا هو البيم اسطل هو. مازلت غادي يعمل لي نزيد كابتيورات اخرين. خلينا نشوف الكابتيور نتاعو هذيا شنو فيها. هاي كابتور متاع اخوكم ريان اللي يستعملها دليل باش يثبت براءته. اقسم بالله ساعات ماذا بين حل الشباك ونيك نرمي روحي تلمو بهيم من البهامه. ساعات نحب نرمي روحي من الشباك يزبي. لاحظوا مع بعضنا كيفاش ريان لنا اير ماجسكول في البروفيل متاعو، ولاحظوا مع بعضنا كيفاش لهنيه في الكابتور متاعو اير بالمينسكول. هذا يعني وبدون اي شك وانه ماهوش نفس الكونت. يضبع يسطل باهي هكا. مش حتى فوتوشوبيها يا ربي، مش حتى هناك كابتور من كونت ومن الكونت الفيك، وناك حتى الطرف نتاع اسمه هذيك انك لفقها من فوق هذيك وقال اي الولاد هاي سكرين يا ولدي مبهمو. يا زب راهو اغلبية الادلة اللي قاعدين نشوفوا فيهم في ستريم هذايا جايين من البهامة متاعه. هو كان جاي صنقور وذكي ويعرف يلعبها اقسم بالله راهو خران الناس كل على بعضنا، وراهو الى يومنا هذا يقلب في العباد وانا وصلت طلبت منه السماح. اما بهي استل نشوفه معناه في الكومنتيرات على البوست نتاعو. كل ما تزيد تقول كلمه تزيد تحشيه روحك حتى في بروفيل عملها بالغلط. شبي اسمك بالمينسكول سافا هكا والله خرجت منها يا الزبي فهمني. وباقي معاود محبتنا باقي معاود نفس الغلطه. البهيم ما فاقش بغلطه تلمو بهيم ما فاقش بالبهامه نتاعو. الزبي عرفت يقول لك كل الميت الناس كل تعرفوا اللي هو ميت الا هو هكاك. هذايا من كثر ما هو بهيم ما عادش ينجم يعرف اللي هو بهيم ماشي في بوالو. هو الصنقور والقحبون علينا الناس الكل. اي راسي وبرا قال لك علي اسمك بالماجسكيل وقت اللي تحكي بالماجسكيل. اي دونت نو. اما سكرينز وانا نحكي مع جيلي تو هو يعرفها في البروفيل ولا لا. تيتر اكبر تيتر ابهم بهيم في البهايم نتاع تونس الكل نقدمه وبكل فخر وبكل اعتزاز الخونة ريان قلبة. هاو الكادو متاعك صاحبي بشوية. هاي هاو التروفي متاعك صاحبي فهمني. هاو تاخذه فهمتني تحطه تزين به داركم ولا تزين به ترمتك ولا اللي هو. يجيني زادة بكل صحة راس وبكل رزبي. لحظة ما نحبش نوريكم مساجيتي الكل خطر عندي ناس نحب نحميهم معناها موفر لهم الحصانة. left everyone مريقل ماكس باش نوريكم طويكة شنو جاي يحكي معايا هو. لحظة برك الولاد جوست نحبكم تركزوا في حاجة صغرونا برك قبل ما نعمل الشيء هذايا. جوست بالله يركزوا معايا في وقتاش هبطت السمايليات. شوفوا الولاد انا هبطت الكابتور هذية 17 أوت 2018 ماضي ساعتين تاع الليل 21 دقيقة به. باهي وعلى الزبي العباد اشتدت مد في وجوهها ظهر لي تو خنسكر الحديث الكل. close all chat tabs turn off chat tabs close all chat tabs. باهي حسيلو الولاد خلنا نرجع موضوعنا. ماضي ساعتين 21 دقيقة انا هبطت الكابتورة ذي نجي ونشوفو عمكم ريان قلبه. لحظة برك خلنا نرجع الكام ساعة باش ما يظهروش مساجات العباد. ريان قلبه هو طلع شون في ريبلاي ريان will be able to call. تلا ريان واحد اخر جاي زبي. لا ريان قلبه طفل الاخر خاتي مش اي ريان هو المعني بالامر يعني. يا سيدي باش نوريكم كونفرساسيون معايا انا والسيد ريان قلبه. جست نحلكم ستوديو مود سكرين من هنا ظهر لي بالشيفت نجم نكروبي الاكران. لا مش بالشيفت كنترول. لا مش كنترول الت ما تطلع كنيكم الت مريك
فوالا اي 17 كي ابوني يو نو من الزبور كلهم مزكمهم كلهم يعمل لهم جيف واي ورا الزبي وهو في الاخر ولد عمته يربح الجيف واي هذا كان ربحه اصلا ولد عمته باهي اهيا الولاد اهيا 17 نفس النهار هذا فهمني شوفوا بعد بدقيقه يا الزبي ريتوها بعد بدقيقه اهيا بعد بدقيقه اهو كدات 17 صفر 8 كما نلاحظوا مع بعضنا هو الوقت لهنا 12 دقيقة 22 من الساعة الثانية مساء واو بعد ذاك الكل ومازلت متشمت خاطر خرجوني خرجت وحدي راه مش رخيص للي خرجوني يا راجل يا راجل يا زب يا توب رجلة انت اقوى راجل في الدنيا انت منك نتعلم الرجلة صاحبي اي انسان حاجته بإتود معناها امور رجلة امور كذا يمشي العام وريان ما خرجش كرخيص هو خرج وحده يا رخيص انت قعدت كذليل انت رخصت روحك يا زبي انت طردت روحك بروحك انت تلمو رخيص للي طردت روحك انا عندي زبي ويجينا انسان هذايا من بعد يبدا في الفيديو ويحكي لنا على الفلوس الحلال ورضاية والديه وهو انسان باهي ويخدم على روحه ورا الزبي حاسيلو هذه قوس صغير وريتكم وان السيد هذايا ما نجمش يكون راجل لمدة الدرج الدرج من زمان ما ينجمش يكون فيه راجل فهمتني وفي ستريم من هني بعد بدرج عادت حليمة الى عادتها القديمة ارجع ما نجمش يقعد درج من زمان راجل الزبي السيد تلمو تلمو ميبون وقلاب وطحان صعيب عليه ان يكون راجل لمدة الدرج مش حتى كان عمل هكم بعد جينا بعد شهرين ثلاثة رجع معناها للقلب متاعه تينيك زكمها الحجرة تذوب ها وهالقحبة ما تتوب متأكد أنا شي في دمه الوبنة في دمه القلبة في دمه ما ينجمش مسكين باهي نكمل نرجعوا لصاحبنا طويكة عملنا بوز على الفيديو متاعه حبيت نفسر لكم شنو اللي صار في الوقت هذايا كيفاش عمكم ريان مازال يحشي فيها على العباد ومازال أكبر قحبة في تونس طويكة خلينا نرجع مع بعضنا لحكاية صاحبنا المظلوم خلنا نعاود نرجع نكبر السكرين يرجع ياخذ كل شيء اوكي به ترانزيشن توب يا سيدي وين وصلنا هاي ريان خرج من الباج كلمه بريفي كان حاجتك بيه ها كلمه بريفي كان حاجتك بيه خرج ريان خرجك الطحانك اكرخيص هذاك خرجني خاطر مسخ الباج وعمل لنا برشا مشاكل هو بيدو عارف روحه اللي هو مسخ الباج وعمل برشا مشاكل يا زبي سو باش نخلص ولا لا كان جيت نكلم فيكم وجيت نكلم فيكم على الخدمة في الباج معقول السيد يتعامل مع الباج هذية كسوا كان يحكي مع ريان ولا مع واحد من الفيك بروفايلز الاخرين تاع ريان خاطر ريان عنده شوية فيك بروفايلز اخرين بالنسبة للناس ما تعرفش تلقاهم ديما يكومنتيو في الباج نتاعو واحسن باج واقوى باج وريان انت احسن واحد في الدنيا قبل كنت تتعامل مع ريان انت خويا ما يعرفوش هما ما يعرفوش كنت تتعامل مع الباج صحيح نجم تقرا الميساجات كانت تحب صحيح في الزبي باهي تو شوفوا الحكايه مع ريان ونكلموك في اقرب وقت نكلموك في اقرب وقت وانتي انتي قلت لي تحب تخدم خاطر كي رجعت في المساجات متفاهم انتي وريان على ار بي واحنا كان تحب تخدم معانا نخلصوك بالفلوس شوف كيفاش معناه وهاي كالوي متاعه يعطيكم الصحة يا ولدي تشات يا ولدي عنا سلع عمنايكة في الكارتيل سلع عمنايكة حلبولو بالوي متاعه وهاي كمرة أخرى يا قلاب يا طحان فهمتني ونخلصوك فلوس احنا وي وبيسيبس ونار ورزبي كالعادة ريان يحكي معايا قبل وانا في باليش مع شكون نحكي وبعد قال لي راهو عمل مشكله مع واحد مغربي ولا شنو ما صابلوش الار بي المهم في الاخر قال لي تم خلصك فلوس كلامك صواب وكلامك زين ورزين كلامك بنين يا صاحبي الباهي وبعد سمعت اللي عنده مشكله مع الجالي باهي كلم بريفيسي ريان هذا وخلي تتفاهم انت وياه وبعد ارجع لي بريفي كان تحب تخدم معانا كالعاده نفس استراتيجيه هو غلط انت لازمك تصلح على الحكايه هو ال10000 ما كفتوش انت لازم تزيد تخلصوا 5000 اخرين الباج غلطت معناها وتعاملت مع واحد مسخ انت لازم تمشي تتفاهم معاه وحدك
هو بيدو، هو بيدو يا زب. هكا كعبوية أخرى زادة. والله he makes our job so fucking easy. كلمو بهيم اللي أنا ما نسحق نعمل شيء، أنا نعمل هكاكا فهمني، نبنك لهنا ونقعد جوست نوري فيكم في الكابتيورات متاعه وكهو. وانتوما أي إنسان فيكم عنده 0.1% من المخ متاع الكائن البشري ينجم يعرف الحكاية الكل كيفاش ماشية. ما كان يخدم معاكم انتوما علاش ما تكلموهوش؟ هالزبي عنده الحق، انت دخلت انسان مصخ، غلطك انت ماش غلطي انا، انت تتصرف باه تون كونتاكتيوه وين كلموك يا وي. اوكي ثانكس برو، مازلت نحب نخدم معاكم. مسكين لا، خرجوه وقفوا انقذوه يا الزبي. اي بالطبيعه مرحبا بيك، نعاود نيكوك مره اخرى صاحبي. اما قال ايلو راهو دايموند خمسة، دايموند خمسة، انا وصلت برومون دايموند 3 وانا قحبون اكثر من ريان بالف مره. اه باهي دونك خلي لي النوم تليفون نتاعك باش نزيدو نحكيو اكثر. تليفون مسكر ات ذا مومنت، كان تحب ديسكورد او تي اس. باهي نشوفو الحكايه نتاع ريان ونكلموك في اقرب وقت، شوفو مع بعضنا اقرب وقت وقتاش. ثانكس اجين. هذايا 18 اوت 2018، ندخلو في 4 فيفري 2019. اخر مساج طفل عام 2019 4 فيفري، بعد معناتها 6 اشهر. بعد 6 اشهر يا الزبي الطفل مسكين استسلم اكا هاو، اعرف لي هو اللي حشاله في الفلوس متاعو. وان شاء الله كان تقعد معناها اورانج هي 4 اشهر تقعد بتخلصكم، انا 6 7 9 في احسن الحالات باش تشوفوا معناها الرخص نتاع السيد هذايا قداش رخيص وذليل وقداش منيك وقداش قحبة. اه يا سيد نتعداو الاخر. استاذ عنا هذايا مايند فاك، هذايا نيك، نحب الراس، نحب اي واحد عنده راس يتفرج في السريم ويقعد شاد راسه ويسد وذنيه وخشمه اي نقبة في 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 راسه، خاطر عادي مخك ينفجر بكمية القلبة وبكمية الرخص اللي موجودة في الشيء هذايا. اولا خليني نقرا لكم بعجالة، نوريكم الدوكيمون تاعنا مرة اخرى. بالله تذكير الاولاد، اي انسان باش يجي طويكة جديد في ستريب، ريت الدوكيمون اللي انا باش نوريه لكم طويكة. وين زكم وين زكم الدوكيمون؟ اهو الدوكيمون هذايا اللي انا قاعد نقرا فيه في الادلة وكل شيء موجود لهنا، اهو في الديسكريبسيون تلقاوه كامل، تلقاو كل شيء اللي حكيناه الكل تلقاوه لهنا. ولا لا الزبي وين؟ اه لا سامحوني، عملت فيديو اخر وما وين هو. كنترول ا كنترول سي كثروا يا الزبي كثروا نيك تينا ندير تكرار وين اللايف. اهو كنترول في، اهو لهنا مريقل به باش نجمو تبعوا معنا، معنا كي نبداو نحكيو. اي سيد اسيدي خويا هذا كملنا منه المعلم. جست اي شويه ملاحظات لهنا جست بالنسبه للناس، معناتها للاسف كما تعرفوا تويتش يفسخ الريبلايز بعد 60 دقيقه 60 نهار، دونك ما عنديش الريبلاي نتاع اللايف اللي جبناه فيه، اما جست باش نثبت لكم اللي هو كان معنا اللي هو جاء معنا في اللايف نتاع عمنا، ولكم باش تسمعوا صوته خيط خيط تسمعوا تنسمعكم بعد الفريريزم نتاعو جو. اي هنا تاخذ فلوس كما في راس اخ، في راس علاش المشكله هذه الكل؟ على خاطر فزت لي بي هو كان جام اللي يقبل فلوس، شكون راهي معناها المشكله تفضل. اوكي دونك معناتها انت وعدته بار بي وانت اخلفت الوعد نتاعك، وباش الامور تتصلح لازم هو يطيح من روحه، وفي عوض ما ياخذ ار بي يقول لك اعطيني فلوس. هذا هو الحل. لا مش يطيح من روحه، يعرفني راهو سيد ديجا بريسك نصفه. اي يتكاوى معناها الحل انه هو يعمل حاجه مش انت تعمل حاجه، مش انت ترضى علينا. كالعاده كالعاده لازم ديما المظلوم ديما الضحيه هو اللي يتصرف. هذا هو حسيله اللايف نتاع مناول بالنسبه للناس اللي تقول لك لا تحشي فيه وما جبتوش فيه لايف. به طويك الاولاد، نحب نسمعكم مقتطفات معناها من عند عمك ريان فهمتني، بتشوفوا هو شنو المفهوم متاع ريان للرجلة، ما هي الرجلة بالنسبة الى ريان، كيف تعرف القيم والاخلاق بالنسبة لريان.
اي سيدي، هذوما شويه مقاطع نحب نوريهم لكم الاولاد على خاطر يهمونا في القضيه الثالثه. ريان يحكي على الريسو، كيفاش اذا كان انت زبون عنده يعني كيفاش تعمل. هذا الاقتباس من عند ريان، يقول خاطر ريتو الريسو، الريسو كي انت باش تصوره الريسو هذاك الدليل قدام ربي وعباده، معناها الريسو دليل اللي انت بالرسمي صبيت لي فلوس. خلنا نسمعوه هو يحكي فيها بصوت المكرز. الثقه هذيا خاطر ريت الريسيو، الريسيو كي انت باش تصور الباج راني صبيت الريسيو، الريسيو ذاك الدليل قدام ربي وقدام عباده، معناها الريسيو ذاك دليل اللي انت بالرسمي صبيت الفلوس، علاش تبل عليا؟ معناها تو انت ما عندك باه. هذايا هذه الديفينيسيون نتاع الهدف من الريسيو في حياه عمكم ريان، كيفاش بالنسبه لريان يعتبر الريسيو. باش نشوفوا تويكا عمكم ريان قلبه زاد شنو يقول. يا جماعه راني عملت برشا فلوس من الايلو بوست، معناها مش مليون مش زوز مش ثلاثه مول عشره، راني بالرسمي قريب نبني دار من البوست اللي باش تطيح عليك يا قلاب يا سراق. نسمعوها زاد، هذيا مهمه برشا. أنا قبل كنت بوستي بربي النكاز العرضية تم ليش حاجة سرية يا جماعة، راني بالرسمي بالرسمي محتفاسي ديو، راني عملت برشا فلوس من اللوبوست، معناها مش مليون مش اثنين مش ثلاثة مش عشرة، راني بالرسمي قريب نبني دار من اللوبوست، معناها عم بالرسمي حسبها كي خدمتي يا بيا، معناها راي بالرسمي حاجة سرية على الاخر، راني كسبت ثقة برشا عبيد برشا عبيد اللي تحمل كسب ثقة برشا عبيد، مش مليون مش اثنين مش عشرة، قريب يبني دار الزبي. تعرف لهنا انا شنو الزبي نقول، اذا كان بالحق، اذا كان بالحق يحكي، اذا كان بالرسمي عنده فلوس تكفيه باش يبني دار، قداش من الانسان تقلب يا نمي، قداش وصل قلب من الانسان باش يلم حق دار يا الزبي. تصور دار نيك بناها بالقلبة حاسيل. يحكي لنا زاد على الشهرية متاعه من البوست، قال كي يدخل اكثر من زوز ملايين في الشهر. يا اخي فما خدمة توصل تدخل منها اكثر من زوز ملايين في الشهر، كي باش نحب نموت عليها الخدمة هذي واتفاك، معناها بالرسمي علاش اعطيني سبب كي انا معناها ندخل في برشا فلوس، وشنو هي السبب يخليني نقلب في 10 ولا 20 الف اللي تحكي عليها؟ خاطر قلاب بطبيعتك شيء اقوى منك صاحبي، فهمتني؟ للاسف وقت اللي جاو يقريو في الرجله قبل ما تتولد، فهمني، تبدا في 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 في, في الرحم في عص امك، فما هكا بلاصه من عرفش كان ريتها وانت فرخ ولا متاع رجله، تمشي تشد الصف يعطوك كور متاع رجله، ظهر لي صاحبي انت ما ريتوش الشيء هذا. لا علينا به، نجيو تويكا هذوما فيديوهات حبيت نوريهم لكم مهمين برشا باش تفهموا باش تفهموا ريان كيفاش يحكي مع الببليك، كيفاش يحب يظهر صورته قدام الناس. وها باش نشوفوا تويكا هل انه راجل وهل انه لي كونسيبت اللي يحكي فيهم هذوما هو يلتزم بهم ولا. نجيو سيداتي انساتي سادتي الى ستاج التنين. ستاج التنين اخر مرحله لهنا. سيف مبارك كونتاكتد ماكس دو بيير اون بيهالف اوف ناصر به. هاي سيدي سيف مبارك لهنا باش يفسر لنا القضيه لهنا نتاع خونا ناصر، وخونا ناصر موافق على الكلام هذايا الكل. هذا دي كابتور بعثهم لي صاحبي نعرفو اي ار ال، سالني من الاول على باج ايلو بوست مهبطه اكونت ب 240 دينار، قال لي راهو عجبني الاكونت وكله فيه ياسر برستيج وريان زاد شافو على نيتو مسكين، قام قال له زيد 60 دينار نبوستيك في البلات. الحاصل اعطيه 300 دينار، ريان اعطاه الكونت اما نقص الايميل، ومن بعد بدل الموت باس وعاود هبط الاكونت واللي كابتور قدامك. اوه يا الزبي، مسهلة الخدمة. سكرينات الرسوم نتاع الاودينار والرسوم نتاع كذا. بالله الاولاد قبل ما نحل لكم الفيديو تويكا باش نوريكم الفيديو اللي فيه الكونفرساسيون كل، خليني جوست نوريكم الرسويات نتاع الطفل باش نكون كل شيء واضح كالعاده. الليانات الكل موجودين اللوطه في الديسكريبسيون. الرسوم الاول هذايا ب 40 دينار كما تشوفوا معانا، الرسو الثاني ب 60 دينار، الرسو الثالث ب 130 دينار، فهمتني؟ الرسو الرابع ب 20 دينار، والرسو هذايا ب 30 دينار. جوست باش نوريكم زاد الرسو
الفينين هذا ما فهمني العشرين دينار ها والستين دينار والمئة وثلاثين دينار والاربعين دينار والثلاثين دينار اي سيد وباش نثبتوا لكم وانه هذايا هو الكونت او دينار نتاع ريان القلاب شوفوا مع بعضنا بوبليكاسيون هبطها على الباج نتاعو وربي يجيب لنا القسم ان شاء الله وربي به ها باش تقارنوا مع بعضكم النومرو نتاع الكارت او دينار 5 3 5 9 4 0 1 7 0 5 3 7 1 1 4 0 كان نجم قاها 5 3 5 9 4 0 1 7 0 5 3 7 1 1 4 0 به واضحين اللي الفلوس تبعثت العمنا ريان قلبه اوكي باهي نجيو تويكا للفيديو شباب اي ونمر تويكا للفيديو اللي بشوفوا فيها العجب اللي بشوفوا فيها انسان مسكين وقع ضحية تحيل قيمته 300 دينار 300 دينار باهي اي سيدي اسمعوني الولاد راهي الكونفرساسيون هذه طويله شويه كما تشوفوا 11 دقيقه دونك باش نحاول نخفوا جعبنا فيها شويه فهمتني لما حالة اسمع انا برجوليه عامل جو نتصور حتى انتم عاملين جو فهمتني هاي تنمشي في عقلنا يا سيدي نمشيو بنفس النسق اللي مشينا فيه في الزوز فيديو اللي فاتوا هو نمر الدينار بفمو فهمتني اي نعرف ناصر صب بكري باش ما باش ما تتب ما تتعبش باش ما تتعبش عليك صب بكري باش ما تتعبش عليك ما عندي حتى زكم فكره شي يحكي عصب لي نواصلوا اوكي 200 هكا ما تفوتش ال 10 ل 11 اوكي ان شاء الله وايميل على البلاصه يس برو ايميل على البلاصه يس برو اوكي برو غدوه عندي دوفوار 10 نقرا ماضي ساعتين بوسطة تخدم من 8 للماضي ساعتين اي نعرف اما اني ما نجمش نمشي قبل الوقت قراي ثانك يو على الساب يا بابا ما نجمش نقرا تو جست خليني نكمل من بعد تنتهي بيك نواصلوا كيفاش برو كل مره تجي حكايه والله فديت انا اش نعمل برو بلاي قولي اش نعمل برو بلاي قولي وعاكسه اسمع هاو نهار 3 نقرا 9 اش قلت لازمك تحاول غدوه يا برو من الاخر اوكي الطاوله خلصت طفل احنا تو مازالوا تفهموا وقت ايش خلصوا اي برو لازم غدوه باهي اما اعطيني في يدي وقت المهم قبل ما تسكر البوسته مهم صب غدوه اوكي مشيت معك نمر دينار اوكي نعرفه او هاني صبيت 13 ماي الاربع متاع العشيه صبلو الثمانية متاع العشيه عاود كلمه الايميل سلام برو الايميل اي وخايه فينك جاي عمك ريانه بارامون على 11 متاع الليل يا برو استنى نروح نكلمك من غدوه نصمتوا مع بعضنا نصمتوا مع بعضنا كلمك يا ناصر تنكلمك صاحبي تنكلمك يا ناصر تنكلمك اوكي ما تبطاش اسمع بدلت الباس متاع الاكاونت بدينا نايك وطويك المود باس متاع الاكاونت تبدلت يا وبيد وابراهيم 337 الباس ما تبدلش كيفاش بدل يا ودي يا ودي منطق متاع انسان شلاكه متاع انسان كلوشار متاع فرير نفس اللحن نفس اللحن يا الزبي بحر الفرير هذا اسمه في العربيه اوكي سالت عندي برشا محلات واش بونجور اي يا برو وين اللي مايل عاد مسكين السيد نهايرين يستنى نهارين يستنى وقت اللي الاخر قال الايميل على البلاصه على البلاصه الايميل اي برو وين اللي مايل عاد شنو اخويا عاود ريت الكونت اللي باعه له 240 300 دينار عاود هبطه يا الزبي عاود هبطه للبيع شنو هذا يعمل له مسكين تناك الراجل الراجل الزبي بعث 300 دينار ما جاهوش الكونت ولا جاه الكونت وتبدلت المود باس وما جاهوش الايميل وعاود هبط الكونت باش تبيع في الباج او ماي جود يا الزبي نيك ما الذي انا اراه ما الذي اراه
هو الكونت افوندر كونت بلات اربعة فول رزبي الى اخره بري 200 دينار فهمني هذايا هو الكونت الطفل مسكين اللي شراه يعاود يهبط الكونت للبيع خن نقدمه طويك بشي قاعد يكاليبري شوية في كونفرساسيون يحب يمغط ويطول ويقصر ويبعبس ارجعنا عدنا اليكم من جديد ثانك يو برو على السب اعطيت فيك ثقة وتعمل هكا كلمني عاد مسكين الطفل اللي يزبي مسكين هيك اللطف يا ربي 14 ماي يا ريان علاش هكا اني تو شريته من عندكم بعد تهبطوا باش تبيعوا هو الاكونت متاعي وياخذوا بفلوسي يا ريان عايش خويا كلمني اعطيني الايميل الزح اللي قلت له باش تعطيه له على البلاصه بالله علاش هكا تعذب فيا تو مسكين يا الزبي مسكين نيك الطفل اش صار له اش قعدت نيك بالضبط فسر لي فاش يعملوا برا ها ريان باش نقول لك راهو قلبني باش تصدقني عاد ما نجاوبكش خير برافو هذاك كيفاش نتعاملوا مع الكليون الكليون كي يجينا باش يشري من عندنا حاجه نحشيو هادو في ظهره وما نجاوبوهوش ما نجاوبوهوش خير 300 دينار هيا يعني اعطيتك 300 دينار يا معلم يعمل له اش تحبني نعمل بالله طار قل لي تو قل لي تو قل لي اي والواهم هبطوا باش تعاود تبيعوا لا ستاتيو قديمه باش نزربك في الخلاص يا ولدي هذيك يا الزبي نيك لا لا اي باهي وش طالب مني انت تو كملت لك فلوسك ونستنى في الايميل قدمني فيه نشوف لك اكاونت اخر زبور وبلاش وبلاش الزبي شوف ربك كيفاش يتقوحب على العباد طو ايه هو مخلصه 300 دينار يجي يقولك نعطيك كونت بلاش تي عصب على الصرمك مخلصك عليه الكونت كيفاش بلاش او ماي زب نو انت ريان تو تستبلى فيا معناها اكاونت اخر وبلاش تي عطيك 300 وحق البوس 60 والايميل تقولي نشوف لك واحد اخر وبلاش برو فاش تحكي يا زب الطفل تعوج مسكين الطفل تعوج شنو تحبني نعمل انا توا يا برو شنو تحبني نعمل خاطر انسان في العاده فهمتني انسان عنده مخ وعنده جرام رجوليه يرجع لك فلوسك اما انا لا عندي جرام رجوليه لا عندي مخ ايش تحبني نعمل انا ايش تحبني نعمل توا يا برو والله شيء يضحك توا انت باقي ما تعرفش شنو تعمل غلطتك هذه اني ما نستعرف بشيء فما حاجتين تنجم تعملهم تبعث لي ايميل تاع كونت ترجع لي فلوسي واضح كلام مزيان كلام لوجيك كلام اي انسان عنده مخ ينجم يتفاهم معاه نعرف give me some time نحاول نلقى حل برو ما نجمش نصبر اكثر من هكا برو وشنو هالحل بالله ما فهمش حتى حل غير اللي قلته لك عنده الحق اسمع خلنا نسمع ريان باش يحكي تو اسمعوا تيسك الطياره نتاع الزب تير نيك سمعنا ريان سمعنا شيخ على صوته باش نحاول نشوف الكونت مزيان هو الباهي والو نتاعو طالع باش نحاول نشوف الكونت مزيان ويولي لون تاعو تاع انت كيفاش بالله يفسر لي برا شنو هو المشكلة في الاكونت هذا وكيفاش حكايته بالضبط اي نقول لك حاجة جوست تبعث لي فلوسي وكهو برو هذاك الحل من الاخر اي اش قلت تكلمني الزح وخيا باهي يصبر قال له اصبر عليا شوية ندبر لك فلوسك قداش ما تفوتش الجمعة كان خلط جمعتين طاو تنجم ولا فانا عرفت ساسي ولا عرفت لراسي من ساسي ظهر لي باه مش مريق البروم بعد تعمل لي روحك ما في بالكش وما تردش على المساجات كلمة وابعث النمرو تليفون متاعك
كلام رجال ما هذا ماش فذلك هذه اوكي برو رزبي ايش قلت خلنا نسمع مرة اخرى اي ليه ليه اولوية صاحبي فلوسك بطبيعة اولوية يا الزب كمل 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 هنا عالدين الزب كمل شنية تكعرر راك من بكري واني قلت لك اوكي اوكي اسمع كيما قلت لك كل مرة صب شوية مش لازم تصبهم لكل فرد وقت باش تنقص على روحك السيد مسكين عمل له الفاسيليتي يا الزبي السيد قال مش مشكل رجعهم لي بالفاسيليتي اولوية يعطيك بعصبة ملوية فك الزعكة اش عملت برو هاو عندي 2000 تو نبعثهم لك لا 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 ابا با 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 اسمع هذية هذية لازمها وقفة الولاد لازم نحبسوا على 2000 هذية فهمتني خمني خل نضحكوا ابدو خمو كان عندكم افكار متاع ميمز ابدو اكتبوا منطوا باش ما تهربش عليكم الافكار فهمني خلينا نحاولوا نستوعبوها كناس فهمني ماناش سراقة ما نقلبوش العباد رجال جونا احلى جو خلينا نفهموها اللقطة ها اللقطة الوبنوية هذه اللي صارت قدامنا خلينا نحللوها ونستوعبوها خليني نفهم كيفاش راجل مخلصك 300 دينار تجي تقولوا عندي 2000 تحب نبعثهم لك ها هكا نتعاملوا مع الكليونيت سي الزبية شي والله شي يحبس المخ اقسم بالله اقسم بالله تبالله العظيم في بالله الكريم والله لا ريت حتى انسان اوبن وانيك وارخص من الانسان هذايا في حياتي والله 25 سنة على وجه زقم الكرة الارضية في زقم مجرة درب الدبانة لا ريت انسان اوبن من الانسان هذايا اقسم بالله يا الزبي 2000 نيك 2000 زامر صاحبي بالرسمي تحب تفطرني اليوم شوف وفي رمضان هالزبي الشيء هذايا أبارامو في رمضان الشيء هذايا الزبي هذايا اللي يحكي على قدام ربي وعباد ويقلب في الناس في رمضان هالزبي او ماي جاد او ماي ايش بيك يا ولدي ما عادش تطلبني هالزبي قالوا عندك انت تسالني 300 دينار ما عادش تطلب زبي باكش انت تسالني حكايه ولا باكشي انا ها باكش عامل على الزبي مزيه انت ما عادش تطلبني يا معلم ابعث الفلوس ما طلعها ليش هاني قلت لك خليني مريقل فيدك جمعتين ولينا بالتهديد ليه انت ما تستاهلش التهديد انت تستاهل وسام تستاهل وسام تستاهل ميداليه انت متاع الرجله لا يا ولدي نغلي يحرز طبيعتي هكاك هي والله حاجتي بالفلوس تحط روحك في بلاصتي نعرف يا ناصر وما هيش مزية حقك برو ظهر لي الحاجة الوحيدة اللي قالها that makes sense من اللي بديت نفرج في السكرينات متاعو عاشك عطيني وقت بالضبط ما الى اخره يا برو مانيش شهار انا مانيش شهار مش كل شهر نخلص نعرش على روحي معناها اول ما تطيح في يدي الفلوس نبعث لك ديريكت ومن بكري قداش كان يدخل في الشهر اكثر من 2 ملايين قداش مدخل من البوست مش مليون مش 2 مش 5 مش 10 باش يبني دار طويكة ولا مسكين ما هو الشهار ومنين ليه ومسكين وخاتيه تدخل يدك فك النقبة الخامجة متاعك اه اللي حاشي فيها فلوس الناس يا طحان يا قلاب فلوس الناس الكل انت كان جيت نجم تبني دار راك بنيتها عصبة على الصرمة كم انت فلوسك الكل اه ماشي في الهمهامه نتاعك هذاك علاش تهردت وليت بط ياسمين واقسم بالله اقسم بالله يا الزبي لما يرجع لك على صحتك الشيء هذاك الكل تدخل يدك في جعبك تخرج 300 دينار تورقهم 300 دينار تمدهم للسيد وتقول له سامحني يا خويا ونرضع لك زبك كان تحب من فوق يا الزبي ورس خويا عندي كان 10000 عنده كان 10000
خاطي مسكين فقير ما جاهوش حتى فرنك، عنده كان 10,000. بالله بالرسمي الولاد بارتاجيو اللايف هذايا، بالله لازم تفهم العباد اللي زقهم الشلايك المناظر اللي كمن هكا ما يلزمهمش يكملوا يتوجدوا بين زبوباتنا. العباد هذيا لازمها تندثر برا، امشي طير نيك ما نعرفش عليك برا، اعمل احرق برا، امشي اخدم خدمه اخرى برا، ولي سياسي ما دامك تحشي فيها برشا، اعمل اللي تحب، مهم ابعد زبوباتنا، ابعد زبوباتنا. باهي كملوا معاه الاخر هذا. كل عاده طفل مسكين مازال يستنى، نحب نعرف شنو عمل لك الطفل الاخر اللي اشتاخه من عنده الايميل. بلوكاني ولد حمام لنف، هو اول مره يتعامل معاك، ظهر لي عملها قبل في 20 في 20 دينار، اما بعد جمعتين رجعهم لي. هذه بارامون الناس اللي تعامل معها ريان حسب كلامه هو، فهمتني؟ يحكي على روحه، يحكي على روحه. هو القلاب الوحيد اللي موجود في تونس، لا فما قلابات اخرين، اما الاخرين مساكن صغار راهم لي يخبش ولا يدبش ويقلبك في كارت نتاع 5,000، في كارت نتاع 10,000، هو هذاك حده، مش يقلبك في 300 دينار وفي 4,000 ار بي وفي راس زبي طفل زاد الاخر. طب نحكي لكم شوي، مازال 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 اسمع. بي سي نتاعك منين شريته؟ مساج اخر، مساج اخر الاولاد. ليه لا 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 عاد لا عاد اقراه عندين، سمعنا بالضبط، ما سمعناش المساج، مش مشكله، هي مش مشكله. ماهيش فوكال، ظهر لي ما مشتش هايك، ماهيش فوكال. شريته من عند فل بقديه؟ 2,600,000. عنده باش يشري بي سي بزوز ملايين وستمية وما عندوش باش يرجع 300 دينار حق الراجل. يا برو يا برو برو يو، شفما جديد برو؟ هز بي الحكاية ذي طويكة، داخلة في الجمعة الثالثة ظهر لي متاعها في البلاد يا برو. كيفاش بالله يقول ايش عملت؟ خليني نتهنى، ريان كلمني يا رزب يا خويا، قحبه عصبه على صرمك، ابيلات تليفونات مساجات، نهارات تتعدى وجمعه تتعدى، ايه هاو جاوب، ايه هاو الرجال جاوب. ناصر الحمد لله كي كلمتنا يا 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 خيا، نتخيلها خريه واللي هي صح خريه. كلي بالضبط الى اخره. والله جمله يا برو، اما فما شكون عنده اكاونت؟ مازال مايند فاك الولاد، مازال الجو هاي جاتكم فازة اقوى. كيف انه الاكاونت حليته معبي بتشامب وب 160 دينار؟ كي تقرا انت الكونفرساسيون الى حد الان تقول معناتها ريان بكل رخص بكل وبنه يحب يسكت طفل مخلص 300 دينار بكونت يسوى 160 دينار. هذايا الانسان شنو يفهم حد الان؟ يعطيك عصبة، فهمت بالغلط. كمل اقرا. حليته معبي بالشاب وب 160، حكيت معاه فسرت الحكايه اللي صارت لك، قال لي ب 50. ايش تحبني نعمل يعمل له؟ تحب تشريه؟ والله والله لما نحل الشباك، اقسم برب العزه لما نحل ونقز، لما نقز نقشر براسي، لما نزقم راسي على القاع. زبك الطفل يحزبك يحزبك يحزبك. والله يا الاولاد البارح راني دعكشت، كي ريت الفازة هذي نكت كل مرة نقول لا ماكسيموم هذي الماكسيموم تاع الطحين وقلة الرجلة متاعو، امبوسيبل يجيب لنا حكاية ما اجد. اي كوميم يحشيها معانا ويجيب لنا فازات جدد، اي كوميم ديما ينجم يطلع البار متاع الوبنة متاعو للانفيني. السيد هذايا اذا كان جا الانفيني نومرو راهو الوبنة متاع القحبة هذايا. الطفل ناكو في 300 دينار ولازم يزيد يخلص 50 دينار كان يحب يشري الكونت الاخر. با 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 شيء كبير، شيء كبير.
تحب تشريه نكلم هولك. اش عندي نشري يا ولدي، يعمل له راني مخلصك في 300,000. باهي منين باش نجيب لك انا الفلوس من تو؟ باهي باش نجيب لك انا الفلوس تو، يعملوا مسكين ما عندوش فلوس. تبوستي وتبيع ار بي وتقول لي مانيش باش نجيب لك. ها الا هاني شنو نقول؟ تصرفوا برا، تصرفوا ماذا بيا الجمعه الجايه، ظهري ثم مساج جديد برسمك. ايا انزل. ها باهي يا برو، كان دبرت نكلمك خويا الباهي. باهي يا برو، كان كلمنا نكلمك خويا الباهي. واه مشي جاي مع الفوتو عشيري الزب، كان قيد تنكلمك. رجعنا للغة الغمة ولغة التتليف. طو واحد اخرى، واحد اخرى. مريقل يا ناصر سامحنا بالله. مريقل يا ناصر هادي سامحنا، قالوا هنا عند الدين الزبي مرخصك. اش عملت يا غالي؟ يا ناصر والله شي يا برو، تلقيت لك اكاونت بربع السوم، قلت لك رجع لي فلوسي. واني في يدك جمعة داخلة تو هاو باش نطيح لك شوية، هات 200. مسكين يا الزبي، مسكين الطفل، مسكين الزب، والله يسخف مسكين الزبي. مخلصوا 300 دينار، عنده شهر يجري في جرته، وصل قالوا مش مشكل، رجع الزبي 200 دينار كهو. اقسم بالله مسكين يا الزبي، يا قحبة يا ريان تتفرجني. الزبي شوش يعمل في العباد دريك، شوش يعمل في العباد هالزبي. تحبش تشري اكاونت بربع السوم يا برو؟ نعندي الرب لما نعندي الزبي. ابا با 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 يا الزبي ملا طحان. شوف اكاونت يسوى برشا فلوس باش يتبيع لك اللي كنتي باربعين دينار كهو، ونزيد نكمل طلعه لك بلاش. وكيك تسامحني في الفلوس القدم. هاو باش نريبورتيو له الباج نتاعو، هاو باش نيكولو الوعد نتاع وعد، ومازلنا ما كملناش منه الولاد. انا طبعا نحب نوريكم كيفاش اللي هو قحب وانسان رخيص ومش راجل، وهاو باش نهدو عليهم بعد طن نيكولو وعد وتهناو. فهمتني؟ في سكينات مزيانين وكذا، طويك قالوا معناها تشري كونت باربعين دينار وانا نطلعهولك لله اعلم شنو عاصب. كل عاده مش هو باش يطلع، واحد اخر باش يطلع له الكونت اللي هو باش يتقلب بزاده. في سكينات بالايميل ورا الزبي وتي، هاي هاي كل لغه. اوبشن ريبورتيو للباج، تهنيو الاولاد هانا جايين. خل نكمل جس نوريكم الحكايه الكل باش تكونوا فاهمينها من الاول للاخر. ومن بعديك تو اكثر من 30 سكين يحكي له على الكونت اللي لازم يشريه ب 40 دينار. والله راني كرست اكثر منك. يحزبك 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 نيك. الطفل مونيك في 300 دينار وريان كرز اكثر منه. يا حليلي يا الزبي، اني مكرز على الاخر، اما قلت لك رجع لي 200 دينار ومن بعد كمل في عقلك. وزيد نذكرك انت هو الغالط يا ولدي. تحب نقول لك اي ونكذب عليك؟ معناه كان باش يقولوا اي، كان باش يكذب عليه. هالزبي يحشي فيها الروح وحده. والله ما عندي حتى فرنك يا معلم، افهم. يدخل في 2 ملايين في الشهر. والله لن نجم ندبر، افهم يرحم والديك. فرصتك باش تشريه، فرصتك باش تشريه، فرصتك باش تشريه الاكاونت هذا ونطلعه بلاش. والبي اس 4 اللي عندك بقديه؟ ويني فلوس خدمتك في يدك جماعة كاملة؟ بي اس 4 شاريه عندي برشا يا ولدي، حاولت نفهمك ما فهمتش. عندك اخر شانس، خمم مليح الكلام هذاك. تسمع عندك اخر شانس، خمم مليح. سيبوزي الاخر يقول هالو، سيبوزي الانسان مظلوم واللي عنده الحق يقول هالجملة هذية، هو الطحان هو يقول فيها. What the fuck. تتفرض في رايك عليه انت هنا، خمم مليح وتصرف وكون راجل. اي السلام. اوكي ما لقتلك، ما تخلينيش نعمل حاجات خايبة. صاحبي تحب تعمل حاجة خايبة اعمل. هاولدي من الاخر عندك حاجتين، يا ترجع الفلوس يا رزم. ولهنيك هاو وفت الحكاية، تحشاله الطفل في الفلوس نتاعو، فهمتني؟ وكهو مشى، مشاو على رواحهم 300 دينار مشاو ينيكو.
باهي يا سيدي، كان طاحت في يدي اكونت مزيانه، مش قاعد يعاود له في نفس الحكايه، كان طاحت في يدي اكونت تشريها ونبوستيها لك، تحشى الاكونت مشى رزبي، درا شنو، وبش قاعد يعاود شي ايش عملت يا برو، شي رزب يا برو، نحاول نلقى لك اكونت. صح شريتك مسكينه طفل يزب يدخل في شهر ونص، تو شهر ونص ويحسر فيه. لقيت لك اكونت برو، لقيت لك، حشيناه الولاد حشيناه، لقى له اكونت ايش فيه، قريب فول تشامب 35 سكين وفي 12 كي بلو اسنس، اي هات تاخو ولا لا، ولا عاد ثاني ونسالك. كونت يسوى عصبة، يسوى 80 ولا 60 الف، يحبوا يمسح بيه كريدي متاع 300 دينار. ابعثوا لي الساعة باه، ايو ايميل هلو ابعثكو طو ما نجمش البرة طوم بعد. هاي يو، هاي كيفاش طو يا برو، كلمتك قلت لك اجهز، قلت لي خارج كان روح نكلمك عندك الجمعة، ما كلمتنيش بشي على روحه. والله ما عادش فيا، والله ما عادش نفي ذات الكلمات، ما عادش نجم نعبر يا زبي، ما عادش نجم نحكي شي على روح الاكونت. سبسكرايب وجا ربو جايب كل رخص سبسكرايب تو ماي نيو شانل، جايب كل رخص سبسكرايب تو ماي نيو شانل هالزبي. دبرت لك اكونت نيك في الراس مره اخرى، حاجتي بالفلوس الزبي عندي ليه شويه، نجم تصبر عليا شويه برو، جمعتين ماكس مريقل 300 دينار ومن وقتها صاي مشاو 300 دينار على رواحهم، والسيد مسكين شهر ونص والغزول راكب والدم طالع هابط ومشاو على رواحهم. يا ريان يا قحبة، يا ريان يا قحبة القحاب، عصبة على الصرمك وقت اللي انا كنت نجبت فيك في ستريمات متاعي. ما دريج من زمان هكا 3 دقايق نحكي عليه شوية، نبعبسه شوية هكاك وانت عدى على روحي، فهمتني هكبر باش تزبي يا قحبة، وما تعرفش روحك مع شكون تحكي يا بهيم، فهمتني، كنت رايض على روحك، كنت نتعدى هكا كل شهر هكا مرة مرتين في الشهر نجي نيكك بطرف كفوف نبعبسك شوية ونمشي على روحي. هك طوي كانت تدخل صاحبي معايا انا في الحكاية ذي، هك باش تمشي تنيك طو، لا عاد لا باج لا عاد حتى زقم انسان في تونس يوثق فيك يا مسخ. والفيديو هذي باش تقعد على طول لهني، والناس الكل حبها تتذكرها الفيديو، اذا كان مش تذكروا اي فيديو في الشان متاعي تذكروا الفيديو هذي، باش اي انسان يحكي لك على الشلاكة ذي وريه الفيديو هذايا. وها باش نهدوا على الباج متاعك نريبورتيوها شوية اخرى، اما قبل ذي خليني نوري جست شوية منوعات معناها. لما حال اسمعوني، هو ديجا اثبت انا بما يكفي اللي هو قلاب ومش راجل، اما خنوريكم معناها اللي هو قال لنا اللي مشيت بالك 5000 باش نلعب مسكين زيت والسيد. الله غالب مخي كان صغير وكنت فرخ نفرك فيهم، اما طوى وليت نخدم على روحي، طوى ولا كبير ويخدم على روحه وراجل وجو احلى جو. اكم تشوف كيفاش الخدمه يقلب في الناس، يوصل يقلب ب 300 دينار. يجي مع صحيبنا ادابتر 3 نهايرات التالي، شنو يقول؟ نسمع مليح ما تقص علي عادي. اي من حقي انا زيد نقول لهنا ذي الفتره خويا نتاعي ستريم نتاعي. اي ما تبديش تعز علي وكا وعايش صاحبي، اي بارك كم. اي باهي برا. كيما قلت لكم معناها ناس كل معناها غلطه تقبل وعادي على الاخر، وما قلتش راني ما قدمتش، لا قدمت وقدمت برشا عباد، اما راهو معلم بالرسمي يا خت عبد مخه كبر وعرف ولا شنو يعمل، عبيد حين تخزر لقدام. هي بيد هنيك نفس الجملة بالحرف الواحد تعاودت بعد عام يا الزب، باش يولي كبر فهمتني، ولا راجل ولا يخدم على روحه. باي mentioning فراس and justifying his actions، نشوفوا طويكة شوية منوعات عليه. ترضى علينا تاخذ فلوس كما فراس، اختراس علاش المشكله هذه الكل.
على خاطر فزت ليه. بيه ما ناريناه ما ناريناه بلا ما نعاودوه. بشوفوا طويكا ريان يستعرف باللي هو يقلب في الناس وشنو شنو شنو زبي. ما فما حتى زقوم حجه ما فما حتى زقوم حجه تنجم تبرر العفط اللي انت تعمل فيه. اما انت تلمو رخيص جبت لنا حجه والحجه انك من صرمك يا قحط. اسمع الحجه. كن عندي خلافات مع ثلاثه ولا اربعه اخرين بخلاف ايسر معناته بيونس علاش باش نكذب عليكم مثلا انت قلت ان خلتك وين نبدا بخلي ورغم اللي يبدا عندي والله يبدا عندي فلوس اما نبخل ونتلفها الحكايه يا اخي. انا مثلا نبدا عندي من عشر شكون الزبور هذا تير نايك يبخل يبخل باش يمشي يعطي حق الناس عنده الفلوس اما يبخل باش يمشي. يا سيدي بالنسبه بالله لاي انسان تقلب ولا اي انسان يعرف انسان تقلب في حياته الاولاد انا ننصحكم تتخذوا اجراءات قانونيه ضد الشلاكه هذايا. اذا كان عندكم روسياتكم وجوكم باهي وكونفرساسيونات تلموا بعضكم تعملوا محامي واحد ليكم انتم الكل فهمتني. اذا كان فما اي انسان انتريسيه بالموضوع هذايا الا ما انا نعمل لكم جروب ننظمكم فيه لموا بعضكم ومشي وجيبوا له محامي السيد هذا ونيكو طيش وزبي وراء الشمس وراء عطارد وراء ترمتو الله اعلم مهم يطيش فهمتني. وما تخافوش ما فيهاش مصاريف من لو انتم باش تصرفوا شويه على المحامي ومن بعد اون فوا باش تهزوه تكركروه للمحكمه الشلاكة هذايا وباش يظهر لي هو غلط هو باش يخلص لكم اتعاب المحامي نتاعكم الكل واضح. ننصحكم تعملوا الشيء هذايا الاخرى هذا لازم ينيك الحبس. وتوا خنهدوا على الباج نتاعو فهمتني نهدوا على امسخ واخمج زكم باج في تونس الكل. هاي يا سيدي الباج نتاعو وهاو اللينك لهنا خلي جست باش نردها سلو مود معناها كان نجم اخفيه ثم زكم سلو مود لنا ولا شات تو بنرد زب سان فيدباك عندي زب anyway هاو اللينك لولاد اللينك هذاك متاع الباج معاكم تشوفوا فيها زادة على الفيسبوك جست تدخل في الفيسبوك تعمل ريشيرش فهمتني هاك التونيزيان ايلو ليج اوف ليجندز ايلو بوست الباج هذه ابعدوا على زكمها قبل ما تبعدوا على زكمها تعملوا لها ريبورت ساعة خلينا نشوف وين فايند سبورت اور ريبورت بيج سكامز and fake page unauthorized sales terrorism asking me for financial pretending to be misleading page change help us understand the problem scams and fake page asking me for financial information pretending to be another business asking me for recipe امريك هاك تريبورتيت الباج نتاعك فهمتني هاك الباج مره اخرى اللينك يعني باج نتاع الانسان الخامج الرخيص هذايا يا كلب يا قحبة يا كلب يا قحبة. باش المرة الجاية كي تبدا انت قحبة وعارف روحك قحبة فهمتني ما تجيش فهمتني تتفارع مع الرجال واضح يا قحبة ان شاء الله يكون وصل للدرس هذايا فهمتني. لا محالة ما نتصوركش باش تولي راجل امبوسيبل فهمتني عندك 3 سنين طويكة فاشل بصفة ممتازة في انك تولي راجل في وسطهم. دونك انا يا خويا مرة فيك حتى دواء انت لازم تمشي تنيك الحبس طو ولا تمشي تنيك الله اعلم عليك شنو تعمل المهم تقلب دير رب منظرك من الكوميونيتي هذه يا شلاكة يا مسخ. باهي انا الولاد عمناول في اللايف متاع عمناول عملت غلطتين. الغلطة الأولى اللي أنا ما خليتش ريبلاي نتاع اللايف شهرين تفسخ الريبلاي مشت على روحها الحكاية العبيدة بارامونست شوية اللي هو قلاب المرة هذه وتبارك الله هم 3000 الرقبة تتفرج 3000 الرقبة تتفرج والفيديو هذا باش يقعد في الشين متاعي حتىك شي أنا نموت ولا إذا كان أنت متقبلي إلا ما نمبريمي زكمها فريم فريم نشد كل زكم فريم الا ما نمبريميه الا ما نجي نلصقهم الكل على قبرك وقت اللي تموت
باش حتى في الاخره باش حتى منكر ونكير يعرفوا لي انت اكبر قلاب في تونس يا قحبه. وكان باش تبني دار من فلوس القلبه الا ما نمبريمي زقكم هالفيديو فريم فريم ولا ما نجي نلصقهم الكول على دارك. فهمتني؟ هذه الغلطه الاولى. الغلطه الاولى اللي انا ما خليتش ريبلاي لللايف. ها المره هذه باش يقعد الريبلاي باش نكون واضحين. الغلطه الثانيه اللي انا ما حطيت حتى حد في بلاستو على خاطر وقت اللي نيكو انقلاب على الحكومه ولا اللي هو كي نحيو حكومه منيك لازم نحطو حكومه زبوره. هذه هي الغلطه اللي انا ما عملتهاش عم ناول. فهمتني؟ اما سني هاني باش مانيش باش نعاودها. فهمتني؟ المره هذه حسب رايكم شكون باش نحط في بلاصه الريان قلبه هذايا؟ شكون حسب رايكم باش تحطوه في بلاصه ريان قلبه؟ الاجابه الصحيحه تربح ما تربح حتى شيء بلا ما نحشي فيه عليكم الزب. انا من منبري هذا الساعه قبل ما نتعداو يا ريان يا قحبه اذا كانت تتفرج انا نقول لك رجع فلوس الناس. رجع فلوس الناس. اذا كان ماكش ترجع فلوس الناس راهو ماك بشلوم كان روحك. وانا باش نسهر وباش نحرص عليها الحكايه ذي انه الناس يقدموا بيك شكوى. واضح؟ كون راجل ورجع فلوس الناس. صعيب لا محال لونغ شوت تما ميسالش. اني هو اللي باش نكون انا هو الرومبلاسور انا هو المعوض انا هو الشباب اللي باش نشد بلاستو على خاطر القحبه ذايا. شبيه هو؟ هو يموت على الفلوس. يموت على الفلوس. هذاك علاش بالنسبه لي الفلوس اهم من كرامته. شوف وين وصل روحه. شوف السب اللي قاعد ينيك فيه من عندي ومن عند العباد ومن عندكم انتوما ومن عند الناس الكل. هذا الكل على زوز صور دي. هذا كل باش ينيك الفلوس. كي انت ديك فلوس يا قحبه انا باش نقطع عليك الفلوس نتاعك. منين تجيب فيهم انت الفلوس؟ من باج بوست نتاعك؟ هاني كومو منيك باج انا نتاع بوست ونيك زبي كم زال يجيك طحان يا قحبه. اي سيت الباج نتاع اخوكم جالي فايش. فهمتني؟ باج الايلو اكسبريس. فهمتني؟ نقدمها لكم. فهمتني؟ باش نعملوا جيف اواي زاده عندها.